Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan doa yang dirahmati oleh Allah. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada waktu yang berbahagia ini. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan membaca Al-Quran di surah Hud, mulai dari ayat ke-82 sampai 5 halaman seperti biasanya. Dan pada hari yang berbahagia ini, di halaman pertama akan dibacakan oleh seorang ustaz, yaitu imam besar di Purwokerto juga, imam masjid besar ya. Insyaallah akan dibacakan oleh beliau. Nanti setelah itu 4 lembarnya akan saya bacakan. Baik, seperti biasanya, sebelumnya bagi jamaah baru yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, nanti yang membutuhkan PDF ini atau e-book yang lengkap ini buku tahsin sangat lengkap ya. Semua masalah yang ada di dalam Al-Quran terdapat jawabannya di dalam buku ini. Nanti yang membutuhkannya bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Baik, sekarang mari sama-sama kita membaca Al-Quran dan diikuti oleh jemaah seperti biasanya. Kita awali bacaan kita dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا من ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه
اتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي فما أغنت عنهم آلهتهم التي
التي يدعون من دون الله من شيء يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص
الخصاص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك
لجعلَ الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. Nah, alhamdulillah, ini sudah selesai bacaan kita, yaitu di surah Hud. Nah, nanti sore ataupun besok insyaallah kita akan melanjutkan bacaan di surah Yusuf, ya. Ini sedikit kurang 5 halaman, tapi enggak apa-apa, nanti kita sempurnakan di pelajaran selanjutnya 5 halaman lebih sedikit. Baik, bagi jamaah semua yang ingin belajar Al-Qur'an juga, nanti boleh juga searching yaitu channel sahabat kita, yaitu imam besar juga yang pertama tadi ngaji, yaitu Ustaz Sidqi, ya. Nama channelnya yaitu La Tansa, L A double A, tidak spasi, langsung Tansa, ya. Beliau juga mengajarkan Al-Quran, cara membaca dengan irama jiharqah, dengan irama nahwan, dengan irama bayati, dan dengan irama-irama lainnya, ya. Baik, untuk subuh yang berbahagia ini saya rasa cukup sekian, ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Tahsinul Quran dan Doa dan channel La Dansa.
Baik, mari sama-sama kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.